لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي كيفياتي نفسانية ما انكرت كودمان بشكل كيفياتي نفسانية حياته وبشكل تري علمه لسر علمه كأرواشتين قشتي نسر تقسيم علم بتصور وتصديق. ويفرمي ثم العلم إما تصور وإما تصديق. علم يا تصور يا تصديق، يا بو يا تصور يا تصديق دو بشي هي. ولا لأنه شك علمك إن كان إدراكا للنسبة التامة الخبرية إذعانا فتصديق. لبرا شك علم أقل شتك إدراك به، يعني بيزانين به بو إدراك ببوشي للنسبة التامة الخبرية بو نسبة تامة خبرية وأم إدراكش ككردومان لروي إذعانه به، يعني بدلون تسليمي أو إدراك بو بيتين أو فتصديق أو تصديق. فإن كان جازما جاء أقر أم إدراكي إيما كردومان إدراكك جازم به، جازم به يعني شيء أي قاطعا للمقابلي، يعني بنبر به بن بركار بيه بو مقابل واتبرا بركه بن بركه بجورك يواك الريشي او نيره. مثلا تويس بيدوا زيدون قائمون، مثلا يسع عدم قيام بو زيد او شخوي لا نبرا بركه. وقتك تو الادراك بو قيام زيد هي بجورك يواك اما حتميه وترفي مقابلها وجودي نيه وثابتا وثابت بأي لا يزول بتشكيك المشككي، يعني بجورك وابي أقل كسك يشبه شكد بو إيجادك لو اشتدى، يعني لو شكد بو إيجادك وبيجي مثلا بجورك قلك بحشي ما نكات ولو وثابت بتشكيك مشككش لا نشي وأمجا حسر رأي وجهه مطابقا للواقعي ومطابقي واقع بمهم حالتان وبيقين وفى يقين جاء أمر دوائي أو جازما يا جازم به ثابتا، جازم ثابتا بلام غير مطابقين له، يعني مطابق بواقعنية وفى جهل مركب أو بتجهل مركب، يعني شيء أي صورة علمية لا مطابقة للواقع. صورتك غير صورتك علمية بلام مطابق واقعنية بدبختيك أوية والي حاريب وكهر أوية جاء مجال للواقع منضمة إلى الجهل باشا، يعني بيوس أبي بجهله وهذا صورة علمية بيوس بو بجهله بعدم مطابقتها له بشي بيوس بو بجهله بويك أو صورة علمية العان مطابق واقعنية باشا. أما زاري دروزوكو شوايا هروكو غزاياكي بيس غزاياكي باك شتيكي بيسي تيكوي يتبكارناي والله لقل جهلك. فتسميتها جهلا مجاز جاء من صورة علمية بم صورة علمية يجين جهل أو مجاز، فتسميتها جهلا أو مجاز هل برأوي كوال لقل جهلات يقلبوا لأن ذلك الإذعان أم إذعان إيه مهمان لما كان غير مطابق للواقع، يعني أضياء مجازة شون كدوا مثلا بو مجازة على شوك أم إذعانك تلكاتك كمطابق واقعية كان كالجهلي وك جهل ولا شيء أو جهل في عدم الإفادة لواك مفيد نيا. وأما الجهل المأخوذ معه فحقيقة أما أو جهلك لقل أو صورة لقل علمك داهية يعني لقل إذعانك هي معه برلو إذعانك، أما أو جهلك لقل إذعانك هي وحقيقة شكتين وشي لأنه بمعنى عدم العلم بكونه لا مطابقا لأنه شنك أم جهلة بمعنى عدم علم بشجر عدم عدم بجورك وكلا مطابق علم مطابقة أم لا مطابق مطابق لا مطابق نقيض يكن. وإن كان جازما غير ثابت وأقرهات جازم بو ولا مثابت نبو مثلا يعني بتشكيك مشكيك لا أتشو فتقليد أو تقليدا، بس إمام تو مقلدي إمام الشافعي ده موضوعك وقتك مثلا أخواني توا موضوعك مشاكي بنزلي خود لمذهب إمام عزبا باشتر قزيك بوشون وأوانا لو أنا تو لو تقليدي الشافعي ببرشمان بيوب جسر وقوليت
يعني شايد مثلا لو شحر بود بعيد ببي بلام عيد مكان مثلا تو غير ثابتي بجوري كيو لواني ما وي كي تلبقر توصل او هيك انا فيها شابوي او غير رجازمين يا مثلا او اي حد اصلا جزميت يا نبو كواتا اواني كوا جزميت يا بوبا يقين وبوبا جهل مركاب وبوبا تقليد يعني او سيانه بجزم وبون اما يا مثلا او كتو دركلو تصديق جازمني فظن اقل جازم نبوي وقد يطلق الظن على ما عدا اليقين وجاري واهي الى عباره علماء ظن دابر اكريب بسر غير يقينا يعني ظن بكالب ريب بجورك هر شامل يقينا يعني او جهلي مركب وتقليد وشجع قلتها كما يطلق العلم على اليقين وعلى مطلق التصديق وعلى مطلق الادراكي هروب وشون علم سيجور ادراكي هي سيجور اطلاقي هي جاري واهي فقد اطلاق ريب بسر يقينا جاري وهي اطلاق كريب بس المطلق تصديق اعمل وتصديق كيقين به يا تقليد به يا جهلي مركب به مثلا اما وجاري وجه درك داء برضه بس المطلق ادراكه يعني حتى اقل ادراكه كتصديق جنبه مثلا تصور به وكل دعاء يا اخواني يا اقل تصديق ولا اموري ظني به هل علم داء برضه بس كما يطلق عليه التصور هل وكو تصور داء برضه بسر مطلق إدراكا يا تصور داء برد بسر علما مثلا وإن لم يكن إدراكا كذلك أو بوشي وكباس مكر أو إدراكا نبو أو فتصور أو تصور جاء سواء كان إدراكا لغير النسبة لكن في قلت هر إدراكي غير النسبة لأن يموت من علم إدراكي نسبة تامي خبرية يا إدراكي نسبة برام للنسبة الناقصة يعني إدراكي نسبة تامي نبي باشا أو التامة الخبرية يا مثلا إدراك أو التامة الخبرية بلان بدون الإذعاني يا إدراك كنا بس نسوي تامة خبرية بلان إذعاني لقلنا به أبي بشك أو كاتا أو الإنشائية يا إدراك كنا بس نسوي تامة إنشائية ده نك خبرية ده هم متصور وهذا إن كان إدراكا للنسبة وأما يعني أجر إدراك به ونستد بتيك يكلمان وهذا إذا كان أجر بهم أم حارتانه شبه نسبة ناقصة كبه شبه نسبة تامة خبرية كبه أو مثلا إزعاني لقلنا به يا بو إنشائية به أما أجر إدراك به ونسبة وهروها ومقابلها على السوائين لنا الموضوع كتابة وهذا هل أمجور علمي أمجور تصوره أجل هاتوا إدراك بو بنسبتك أو بمقابلك شيء على السوائي لسه السواء وبتشك وتوجيه يعني مثلاً برين سأعمل لقيام زيدا شك ما هي مشكوكة توجيه علي زيد قائم مثلاً بنجا بنجا كم في مواجه قيامك هيا أو نش في مواجه قيامك نية اتلو كاتانا بب تصديق بب الشك وإن كان إدراكا لها وقال إدراكي نسبة كبه مع كون إدراكي مقابلها راجحا إدراكا كردها بران بجوري إدراكي مقابلك شكردها ولا على الثوانية إدراكي مقابلك راجح ترى زيد قائم دركي مثلا نسبة كم كردوها بران لغلويك دركي نسبة كم كردوها بران بركيك يعني نسبة عدم قيامك أمرا أو مبير راجح تريكا فهو وهم إدراكك هي ما أبيت وهم باشا جازما جاء أقر مثلا بجورك فهو وهم أو وهم جازما فهو تخيل ويتوجر جازما لازم بإدراكك وإن كان إدراكا لها مع كون إدراك مقابلها راجحا غير جاز يعني تمشاكا أقل هاتو مثلا إدراك نسبة كتكر لقال أودا كإدراك مقابلك راجح بو أو غير راجحي غير جازم بو أو وهم أما أقل راجحي جازم بيشي فهو تخيل حالوي
يعني بقاته مرحلة جزم. أمر دوايا وفرمي وأسباب اليقين يقين بشيجر سبب وإنسان أسباب يقين الحواس السليمة يعني أجر أو حاسانين إذا مثلا أجر توديد سال مثلا من أما بيج أبين أما كتابك أو أبيني وما بتشاوبيني يا مثلا أجر دس دم لشتيك نرمة يا رقة حالبي يا بون لشتيك يا بوكي خوش يا ناخوش مثلا يا مثلا أبو حواسي خمسيته أو يا شتي دنيك بيسم كدنك تند يا سوك يا خوش يا ناخوش أو أنا أو در كان بحوازر كله كواتا يقين بياكم كدنجيك هيا يا شيكي ملموس هيا يا شتيك تشيجم مثلا يا تامكي خوش يا تامكي ناخوش أقل حواسك سالم بي بوي على أقل حواسي سالم بي لوانيا أقل حواسك نا سالم بي شتيك اي تشجي مثلا وشت الشيرين لوانيا شكا تو حواس نا سالم لو كتاب بلات وطالبي أو متوجبي أو أنا بوي على أقل حواسي سالم بو حواس سالم كأغيني بيقين ويك ودوهم وخبر الرسول باشا هوالك في غمر عيداد رودي خايل سربي أيش أغيني بيقين يعني دواي أو كتب بلقو في غمريتي حضرة محمد وسلمان دو رودي خايل سربي يا لهر عصر كهر في غمري كتير لزمان الرابر دو ك دوراني هاتني في غمر بوه متوجبي لو كانت نجدة خبري في غمر كمفيد يقين بوه يا إساج قرتو بود معلوم بي وخبري في غنبري يا كمسا خبري حزرة عيسى حزرة إبراهيم مثلا أو هرم في اليقين بويا رسولي بمطلقي وتوا والخبر المتواتر يكي كيت لو أنا كوا مفيد يقينا سبب كاني خبري متواترة خبري متواتر إيش مفيد يقينا أم جارت شوارم والعقل يعني وقت واتو عقلته موضوعك سلميني ألقيني بيقين جاء الباس وقال أما الحسيات والمتواترات فقد علمت في المنطق أنهما من اليقينيات البديهية يعني أو حسيات ومتواترات لباس هنا برهانة خواندمان حسيات ومتواترات توزانيوتا لعلم منطقك أو دوانا ليقينيات بديهين وأما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو بديهين فهو خبر الرسول من اليقينيات النظرية ليقينيات نظرية ويستدل على صدقه واستدلال أكريا لسر صدقي أو خبر الرسول بشي استدلال أكريا لسري أخ ما دم أقر بديهي نبي ونظري بي استدلال أكريا استدلال أكريا ولا استدلال أكريا لسري بأنه خبر من ثبت صدقه بالمعجزة على أم خبر يعني هذا يعني هذا الخبر خبر من ثبت صدقه بالمعجزة باشا وكل خبر كذلك يعني وكل خبر مثلا ثبت صدقه بالمعجزة فهو صادق أو كبرى كهدي أو صادق كاتأ مش صادق وأما العقل وما عقل فهو عقل شيء قوة غريزية للنفس باشا يعني قوياك طبيعية بو نفس نروي طبيعته وبوها غريزية يعني مثلا سرشتي خوي سرشتي أو قوة بو نفس هي كنفس إنسان بها بهوي أو قوة تستعد للعلوم والإدراكات تواناي هي بوأوي بقى بعلم وبوأوي بقى بإدراك كان أما البديهية مثلا جاء علوم إدراك بديهية كان وفى بالبداهة وأما النظريات أما نظري كان فبواسطة النظري يعني شي بواسطة النظري أي التعريف والدليل الصحيحين مثلا تعريف الشيء كأكري دليل لسنة هنريته كأقر تعريف دليلك الصحيح به أخطو أقيب علم نظريك وإفادته للعلم ضروري وأماك عقل عقل نظري مفيد علم به وضرورية يعني حتما مثلا مفيد علم يعني بوشي عقل مفيد علم نايو الدليل لسنة بينيه وكفى بمراجعة الوجدان شاهدا أو بمراجعة الجنية ومراجعة فاعلة وكفى بيك زائدة يعني وكفى مراجعة الوجدان يعني أقرت مراجعة بوجداني خلتك كافية بوئك بشاهدك لسنويك عقل مفيد علم زلولية أي أقر كسك إنكاري أو علم زلولية بكاشي والمنكر كسك إنكاري بكاشي جاهل أو جاحد يا نازاني
يا أزاني ولي هرقركتي شي نيسن بيني آه. ومراتبه مراتب عقل نظري أربع باشا أبني بشوار باشو العقل الهيولاني يعني عقلي تازة جاء وشيه وهو الاستعداد للإدراك من غير يعني عقلي سرتاي آوة شن هيولا خوي بشيك الجسم بس ما نكرك أجر صورة شو سر هيولا جاء بيه بجسم فزما كبيرا عقلي هيولاني عقلي سرتاي بو مثلا ياندار كو هو الاستعداد للإدراك استعداد آمادقية مثلا تو توانا أو تفاكر دوا كبي بخواني إدراك من غير حصوله بالفعل كبالفعل يشتا إدراكك حاصل نبو وكوشي كما للأطفال عقيب الولادة وكوبو مناري شكولة توزي دواي لدائق بون أها دواي لدائق بون هستكا ببرسيتي مثلا أها دايكي ممكانت الدبي خيرا يقري عربي بس أو عقلي سرتايها أما كبيرا عقلي هيولاي أو استعدادي بيكر والعقل بالملكة باش يدوهم عقلي بالملكة لشواركة عقلي بالملكة وهو حصول الضروريات باشا والاستعداد لتحصيل النظريات بها ضروريات بو حاصل أبي وقويك من عبك لزمان الطفولية شو بتسر ورده ورده أوزابيتي باكو داكي خوي ناسيبي أو من أغنية كسي محبتي فيك أوش محبتي فيك على قرية باشا كسي محبتي فيك أوش كاري فيك او وقتا توانا اوشه پیا کردوه که بو ضروریاتم مثلا بچه تبواری نظری شوه علم های نظری شوه ادراکاتی نظری شوه بدست بینید سیهم والعقل بالفعل عقل بالفعل شیه والله وهو التمكن من استحضار نظریات بقدر طاقة متى شاء اوش بریتیه لا توانا حاصل کردن لا بدیهنان یا حاضر کردنی علم نظرية كان باشا بأن نازي طاقته توانا يهر نازك في خوش بيت والعقل المستفاد دانيت لأن عقلي مستفاد عقلي مستفاد شيء وهو حضور النظريات بحيث لا تغيب عن نفسي وأو نظريات بيني تزيني خوتوا وابي كأيت لنفس مثلا غايب نبي براي نفس لي غايب وأمانة كما في أصحاب القوى القدسية وكو لو كسانها كخواني قوان قوا جمع قوية ويعني هيز قوي باكن يعني مثلا قيشتونة آستي يعني خدا ناساني راستقينة أو عقب بكردي بأتيت الوضعي خدا ناساني راستقينة كمعمولا اشتاكان يليبو بيقيني أو أعلن أمانا أو دار علمي مستفادة أقر هاتو بكسكيانو دو علمي مستفادي هي يعني أولي والله بلد. يعني أو كسرك كزور رخوان نزيكا كخلاك ومكي الراس توخوي أكال زانياريا كان تاير باب ويسين وفق ويشرف